فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا صلى علي أحدكم فإنه ترد علي روحي حتى أرد عليه السلام؟ إذا صلى علي أحدكم فإنه ترد علي روحي. الذي سمعتم إذا سلم عليه أحد فإنه ترد عليه روحه حتى يرد السلام. نعم، هذا الذي سمعتم. نعم.